السلام عليكم، أنا الأخ اليوسفي شهيد، أخ الضحية اللي مات نهار 2 اللي كان صراع ما بينه وبين أشخاص أولاد الياقوت. هودو أنا كنت خدام، تجوا عندي الناس عيطوا لي، جيت نجري إين فوا وصلت لقيت واحد هاز جنوية، ولقيت وحدة بارك عليا خوك غيمشي للحبس، خوك غيمشي للحبس. أنا صحاب خويا ما مضروب ما والو، بقيت واقف ما هضرتش الهضره، ما هضرتش، بقيت واقف راه قدام الناس ما فاهم والو، بقيت واقف. تنصحاب خويا انا ما مضروب ما والو، تنصحابو في الدار. هاد اللحظه واقف تاجا عندي واحد السيد تيقول لي اخوك مات. شويه جاتني مكالمه قال لي اخوك مات، واحد السيد ما فهمت والو. مع الدراري تنقول لهم خويا مات، هما ما قالوا لي لا اخوك في الدار، حنا ما شناهمش من يدوه السبيطار، شي دراري ولا الدرب هنا وما يدوه الطوموبيل. عيط الامن هذيك الساعه جاو تمتم قالوا لي تعرف الدار ديال هاد الاشخاص؟ قلت لهم اه مشينا لقاو القبض على واحد. طلعنا للسبيطار لقيت خويا ميت الليل كامل وانا في الكوميساريه على واحد الشخص معاهم نيت حتى هو قبضنا عليه، بقيت معاهم حتى 4 الصباح. صار العداله غتاخذ لنا الحق ديالنا. جيت للدار الغد مشيت عاوتاني للتحقيق، جابوهم كاملين، مشينا حنا ندفنوا الاخ ديالي. الغد ليه تنسمع واحد خرج دوز 24 ساعه لي دوز، وكان معاهم ها مضاربه اختي جايه اش راه كلشي في فيديو مصور. راه اش غنقول لك يعني ماشي غنهضر انا هكاك ولا ماشي راه 8 حتى راه مو الفيديو غيبان لك الاشخاص ديالك وغيبان لك شحال من واحد وغيبان لك هذاك الشيء اللي وقع. يعني اش راه ظلم، مشى ظلم ظلم، ما تبغيهاش العدوك، ما تبغيهاش حتى واحد. مشى في دقيقه مشى حتى ما لقيتيش وراه هذاك الشيء اللي غيبين لك الناس، الحب ديال الناس ديالو هو اللي غيبين لك الناس اللي تيقولوا ماشي حنا. خلينا حنا راه ما ضعناش فيه، حنا ضاع فيه كل شيء، ضاع فيه عين الشوق كامله ضاعت فيه سبب الخصومه. واحد الجار ديال هذوك الناس كاري عندهم تما واش مو ولا با، حيت ما بقيت ما قالوا لي ما بقيت ما عنديش الوقت اللي غنمشي انا دابا مع خويا. قال لك معوق، مولا الاب ديالو معوق، هذاك السيد اللي دار مع خواتي هو اللي حيح عليهم، باغين يخرجوهم ولا ما بحال هكا. هذا الشيء اللي كاين، هذاك الدري جا عنده مع خويا، تيعرف خويا، قال لي خويا تيتعداو عليا خويا، مشى عنده قال لي مالك مع هذا السيد، زيد معاه في النقاش ضاربوه وياه. مشى هذا الشيء اللي كاين، مشى جاب هذاك الجوقه وتما مهودين. اش نقول لك راه كلش هاز، راه حد الان الناس ديال الدرب ما عرفوش باش ضربوه. خويا باش مات فيه ثقبه، هنا ثقبه فيها 4 سنتيم ونص، اللي قالت لنا الدكتوره في الشينا قالت لك فيها 4 سنتيم ونص، وفي ضربه على الراس. الله يرحمه فضلنا، حنا بغينا السي الحموشي ياخذ لنا حقنا. اللي ظالم يستاهل العقوبه، اللي ظالم يستاهل العقوبه ديالو. هادشي اللي بغينا، ما باغين والو، باغينا القانون، باغي القانون والعداله، هادشي اللي بغينا اختي. والشخص واحد خرج راه كاين في الفيديو هاز سنسلة ولا المهم راه في الفيديو غيبان لكم اش هاز، وغادي مع غادي معاهم، غادي باغي الدار معاهم حتى هو غادي مسلات وتيجري يعني باين اش يدير. يعني راه اي واحد غيشوف هذاك الفيديو ولا غيشوف هذاك الصخ هو غيحكم. كاين لا واحد، كاينين 3 4 4 5 اللي مشدودين دابا، واحد خرج حتى هو معاهم في العمليه، وباقيين جوج على برا باقيين ما انا ما شدهمش بعدا بانوا لي. ما والله هادو راه كانوا تيريحوا معنا في الدار، هذيك الدريه بعدا وراجلها، هذوك راه كانوا تياكلوا طعامنا حتى حنا تناكلوا طعامهم. راه كان واحد العلامه كون جيم عند ما فهمتش، انا ما فهمتش واش بنادم معمر من الداخل، واش كان فيه شي بغض وما كناش عارفين، راه ما فهمتش. ما تنقولوش حنا راه ماشي هذا اللي سبب ولا هذا اللي سبب، القانون اللي غيعرف شكون السبب، ماشي حنا اللي تنقولوا شكون هذا ولا القانون غيتدخلوا في التحقيق، هما اللي غيعرفوش منين جاي هادشي وفين غادي، ماشي حنا. حنا تبغينا القانون. جا واحد بغى يطلب الصلح، الصلح على الطريقه ما فهمتها من جهه، واش وقت الصلح هذا؟ واش هذا ماشي ما حدا راك عارفه اختي، حنا ما غنتباعوا ما غنشراو. هذاك خونا اللي ما دعنا فينا راه ماشي لعبه ولا راه مشتق تلتيها، راه غتعاقب عليها راه بشار. حنا بغينا الحق ديالنا، ما باغين والو، بغينا القانون ديالنا والحق ديالنا، هادشي اللي بغينا. حيت كون الله يسر خويا اللي دار غيتعاقب،
حتى هو غياخذ القانون ديالو غياخذ حقه. هذاك الشيء اللي بغينا اختي. احنا ما جمعنا حد، احنا تصدمنا براسنا، احنا تصدمنا. هذاك الشيء راه قالت لك راه خاصك تسولي الناس، خليني انا غتسولي الناس ديال الحومه، غتسولي هذوك راه حتى واحد ما براني، هذوك الناس كاملين ديال عين الشق. راه الفيديو كاين بالصوره والصوت، حيت كاين شي وحدين تيقول لك الوينرز ما الوينرز كلهم. لا كان شي واحد خارج عين الشق تلقاو اربعه خمسه قولوا هادشي راه كذوب، راه الفيديو كاين كلهم. الناس ديال ناس كبار، ما كاين لا 40 عام، كاين 60 عام، كاين 70 عام، كاينين عيالات كبار، كاين دراري صغار، يعني كلهم ولاد المنطقه. تجمعوا فجأة كلشي. انا جيت قلت لك انا ما فهمتش، انا جاي مع خويا في الامبيلونس حتى انا غنهود تيبان لي هذاك ماشي راه هادشي راه ماشي تنقوله في امي، راه كاين فيديو تيوضح، راه ماشي راه حنا تنخربقوا ولا يعني حنا محتارمين الحجر وسعد القيد كان قالوا لي الناس والشرطه كانت ودايره خدمتها، ولكن حاولوا ولكن ما لقاو ما يديروا هذاك الشيء. مي با خمسه دقائق هما واقفين ليه، كانوا واقفين القيد وكلهم الشرطه كانوا تيتسنى في راس الدرب، لابيلانس طلعت من هنا. مي با خمسه دقائق صلاو عليه، صلاو عليه تما وقفات هذيك تما ما لقاو ما يديروا. قلت لك بحال لا، راه اي واحد يحط راسه في هذيك البلاصه هو اللي غيحكم، ماشي احنا غنوضوا نبقاو نهضروا. اي واحد مشى لي خوه، مشى لي شي واحد عز عليه، مشى بنادم راه كان اش نقول لك، راه خاصك اللي حاضر سولي الناس اللي كانوا حاضرين. راه بنادم كان مرفوع، ماشي غيقول لك كان مرفوع بنادم. الله يرحمه، الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النار، وبنادم يترحم عليه. واللي بغى يتدخل بشي حاجه يتدخل بخيط ابيض، واللي يدخل سوق راه سوق، ما يبقاش بنادم من الهضره الخاويه. حيت واحد السيد تيجيو عنده شاد بالحق، ماشي شاد بشي حاجه، وتيبقاو من بعيد. لا اله الا الله محمد رسول الله. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.